السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أسوي لكم وصفة جديدة، حلاوة الجزر. مكونات الوصفة: جزر نص كيلو، وملعقتين ملعقة نشا، وفستق للتزيين، فستق حلبي الأخضر، 3/4 الكوب شكر، ونص كوب مي، ومرارة حسب الرغبة، يعني اللي عجبه يخلي. وهنا نستخدم زيت، تقريبا ملعقة أو ملعقتين زيت. راح أقطعه، أنا راح أخليه بست البيت، اللي يحب يقطع مكعبات بإيده أو يخليه بست البيت حسب، يعني كل واحد وشون الشيء السهل إله. هذا شكل الجزر بعد ما خليته بست البيت الفود بروسيسر، وهسه راح أحمسه بالجزر وأخلي عليه مقدار نص كوب ماي. نجيب هاي أهرس بها الجزر، نجيب انتو أي شيء عندكم تهرسوا بيه حتى يصير مثل العجينة. كلش يعني هنا ضفت النشا والهيل، هسه هنا ضفنا السكر. وهنا ضفت كل المكونات والهرسل زين، وهسه خلصت حلاوة الجزر. راح أقدمها وأنزل لكم الطريقة.